السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لجميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذن متابعينا الكرام، عودة للحديث عن آخر التطورات فيما يخص الأحداث الأخيرة في المنطقة العازلة. تحدثنا عن مجموعة من الأخبار متابعينا الكرام حول تدمير هذه الآليات التابعة لمرتزقات البوليزاريو، كما أوضحنا بالصور متابعينا الكرام هذه الآليات التي قمنا بالتأكيد على أنها كانت تحمل صناديق ذخيرة، وبالتالي هي أهداف عدائية وأهداف مشروعة في نفس الوقت. أهداف مشروعة لأنها يعني قد تقوم بعمليات استفزازية أو عدائية، وبالتالي وجب تحييد هذه الأهداف بالطرق المناسبة. متابعينا الكرام، طبيعة الحال ما زالت الأمور غامضة، ما زالت الأمور غير واضحة، ولكن يوم أمس كنت قد تحفظت عن الحديث عن الهالكين فيما يخص مرتزقات البوليزاريو، وتم تأكيد بالفعل على وجود هالكين في صفوف هؤلاء المرتزقة. كما العادة متابعينا الكرام، هم يتحدثون عن مدنيين بين قوسين، ونحن نقول على أنه لا يوجد أي صفة لمدنيين في المنطقة العازلة. وأيضا هذه السيارة أو الآلية، الصورة التي وضعناها أمامكم متابعينا الكرام، والتي يقولون على أنها سيارة مدنية، فكيف يمكن لسيارة مدنية أن تحمل يعني صناديق ذخيرة؟ وحتى الانفجار الذي يعني الحطام ديال هاد السيارة، هو يوضح لنا متابعينا الكرام على أنها كانت تحمل أيضا ذخيرة متفجرة أدت في نهاية المطاف إلى هذا الحطام بهذا الشكل. فمتابعينا الكرام هم يعني يزجون بهذه الآليات، وبالتالي هي أهداف مشروعة وأهداف يعني عدائية يجب التصرف معها بالطرق المناسبة، وهذا ما يعني حدث. لكن متابعينا الكرام، هناك يعني سيناريوهين فيما يحدث، سيناريوهين. السيناريو الأول كما تحدثنا متابعينا الكرام، وهو على أن القضية ديال المنطقة العازلة يجب أن تلغى، وبالتالي البدء في تنظيف المنطقة العازلة بشكل كامل وإلغاء المنطقة العازلة. وأيضا الخطوة المقبلة غادي تكون سحب الملف من الأمم المتحدة، وبالتالي سرينا تصدع، ما بقينا لا بغي لا مبعوث للأمم المتحدة، لا مبعوث شخصي للأمين العام ولا مجلس الأمن، ولا هم يحزنون، لأنه أصلا هذا الملف انتهى، هذا الملف انتهى بشكل كامل. نظام الكبرانس وصلوا لطريق مسدود، المرتزقة وصلوا لطريق مسدود، وبالتالي المغرب حقق انتصارات دبلوماسية هائلة على المستوى ديال القنصليات أو على مستوى الاعترافات أو على المستوى أيضا الدبلوماسي وما إلى ذلك، وبالتالي لم يعد هناك أي داعي لإبقاء هذه المنطقة العازلة بهذا الشكل، وبالتالي إنهاء هذا الملف بشكل كامل، والمرتزقة يبقوا في تندوف إلى الأبد. السيناريو الثاني متابعينا الكرام، وهو قد يكون مرجح، وهو حصول مرتزقة البوليزاريو عن طريق بطبيعة الحال النظام الجزائري على أسلحة إيرانية، على أسلحة إيرانية، وقد يكون هناك يعني مرتزقة من تنظيم حزب الله، يعني هذا المرتزقة، هذا التنظيم الذي قد يكون يساعد مرتزقة البوليزاريو عن طريق نظام الكبرانات وإدخال هذه الأسلحة إلى المنطقة العازلة من أجل يعني استهداف أو القيام بأعمال عدائية أو استفزازية، وبالتالي وجب التصرف بسرعة، لأنه إن كانت هناك معلومات استخباراتية دقيقة حول هذه المسألة هذه، فبالتالي يجب التصرف يعني على وجه السرعة بطبيعة الحال، وتدمير هذه الأسلحة أو هؤلاء المرتزقة الذين جاءوا من إيران، وبالتالي تكون هذه الأحداث وفق هذا السيناريو. بطبيعة الحال هذا سيناريو محتمل، وقد يكون السيناريو الآخر محتمل أيضا متابعينا الكرام، لأنه الآن ما زالت الأحداث غير واضحة بطبيعة الحال. لكن ما نؤكده، ما يتم تأكيده الآن، وهو أن العديد من الآليات ديال مرتزقة البوليزاريو تم تدميرها، وجود عدد من الهالكين، وبالتالي يعني الأوضاع غير واضحة، ولكن يعني الأمور يعني ما يمكننا أن نؤكده هو أن العين ديالنا، سواء كانت في الفضاء، سواء الأعين اللي عندنا في الجدار، سواء يعني أعين الرصد، أتكلم هنا عن أعين الرصد، هي في يقظة تامة لكل ما يحصل في المنطقة العازلة، ولكل ما يحصل أيضا في تندوف، وبالتالي لدينا اليد العليا ويدنا طويلة تصل إلى أي مكان، وبالتالي إن كان هناك أي عداء أو أي محاولة يعني الاستفزاز أو القيام بأعمال عدائية، فسوف نتصرف حسب الحاجة وحسب درجة العداء وحسب درجة الخطورة أيضا متابعينا الكرام. فبالتالي هذه السيناريوهين هما اللي كاين الآن. السيناريو الأول كما قلت
انهاء المنطقه العازله. وهذه المساله ديال انهاء المنطقه العازله راه مازال غادي نجيو لها، مازال غادي نجيو لها، لانه عاجلا ام اجلا سوف يتم الغاء هذه المنطقه، وسوف يتم سحب هذا الملف من الامم المتحده. اللي بغى بغى واللي ما بغاش ينطح راسه مع الحيط. السيناريو الثاني كما قلت ايضا المتابعين الكرام، قد يكون هناك يعني اسلحه ايرانيه وصلت عن طريق تنظيم حزب الله الذي يريد ان يزج بالمنطقه في الاعمال يعني المتطرفه وما الى ذلك، وبالتالي وجب التصرف حسب المعلومات الاستخباراتيه بطبيعه الحال التي قد تكون قد جمعت هذه المعلومات وجمعت التفاصيل الدقيقه حول ما يمكن ان يكون قد حدث او في طور الحدوث، وبالتالي وجب التصرف بشكل استباقي، ضربة استباقية تنهي هذه الأمور قبل بدئها، ضربة استباقية تقوم ب يعني إنهاء هذه المخططات قبل حتى أن يتم تنفيذها. فبالتالي متابعينا الكرام، يعني عندنا جوج سيناريوهات كما تحدثنا، وبالتالي يجب أن ننتظر إلى أن تظهر معلومات أخرى، وطبيعة الحال إلى أن تظهر صور وأسماء الهالكين من هؤلاء المرتزقة، وقد يكون من بين الهالكين عناصر تنظيم حزب الله وعناصر إيرانيين ومرتزقة من إيران. طبيعة الحال هذه المسألة غير مستبعدة، سبق ويعني قطعنا العلاقات مع إيران في ظل يعني محاولات لاستخدام مرتزقة البوليزاريو، ومحاولات للتوسع الإيراني في شمال إفريقيا عن طريق النظام ديال الكبرانات وعن طريق مرتزقة البوليزاريو، وبالتالي هذه المسألة غير مستبعدة في حقيقة الأمر. ولكن ما يهمنا هنا متابعينا الكرام هو سرعة التدخل، سرعة التنفيذ، سرعة يعني التدخل بشكل استباقي لضرب هذا الخطر، لتحييد هذا الخطر قبل أن يكون أو قبل أن ينفذ من طرف يعني تنظيمات الحزب الله أو مرتزقة البوليزاريو أو حتى من نظام الكبرانات. وبالتالي هنا متابعينا الكرام يجب أن نشكر بطبيعة الحال جميع أفراد القوات المسلحة الملكية على يقظتهم الدائمة وعلى حمايتهم الدائمة لأمن واستقرار المملكة المغربية، سواء كانوا في الحزام الأمني، سواء كانوا في الحدود، سواء كانوا في البحار، سواء كانوا في الجو. فتحية لهم جميع المتابعين الكرام. طبيعة الحال أريدكم أن فرقعوا لي الكومنتيرات برسائل الشكر لأفراد القوات المسلحة الملكية بجميع الرتب، بجميع يعني أفرادها. بطبيعة الحال سوف نكون أيضا إن كان هناك أي مستجد متابعينا الكرام كما العادة، إن كان هناك أي مستجد فسوف نقوم بتغطيته. وإلى ذلك الحين أراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.